نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، شارك سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني في اللقاء التشاوري 18 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في مركز الملك عبد الله الدولي للمؤتمرات بجدة. وترأس الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، الذي كان في استقبال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لدى وصوله إلى مقر انعقاد اللقاء التشاوري.